معايا كابتن هاني رمزي يا جماعه. طيب كابتن هاني رمزي نجم الاهلي ايضا السابق وبرضه نجم جيل 90 يا كابتن، يعني بكره بتفكر فيه ازاي؟ اكيد انت حاطط نفسك مكان اللعيبه ومكان مباراه كانت قبل ما انتوا تروحوا كاس العالم، متوقع ايه بكره؟ طبعا اولا مساء الخير عليكم ومساء الخير على سلام. حضرتك وعلى النجوم اللي موجودين في الاستوديو. الله يخليك. ما فيش شك طبعا النهارده يعني بترجعنا لذكريات 89 قبل مباراه الجزائر، وكنت سامع طبعا كابتن هشام كان بيتكلم. بيكون طبعا في شد عصبي كبير جدا. انا اعتقد ان كابتن جوهري كان بيتعامل من النواحي النفسيه اكتر كتير جدا من النواحي الفنيه. يعني النواحي الفنيه كنا بنشتغل عليها، ما ينفعش يتكلم عليها بكثافه قبل ليله المباراه. كل بيبقى شغل نفسي، كله تهيئه نفسيه لمباراه فاينل توصلنا كاس العالم. واعتقد ان ولادنا دلوقتي اللي بيسمعونا اكيد اكيد عندهم اتزان نفسي، وده مهم جدا يكون عندك اتزان نفسي داخل الملعب. مطلوب مننا الفوز بشكل او باخر، او ان شاء الله يعني اعتقد ان احنا باذن الله بكره قريبين جدا جدا من الوصول. لكن لازم برضه يكون في اتزان نفسي، لازم يكون في تعامل مع المباراه مش هقول بحرص ولكن باحترافيه. يعني احنا عارفين يعني مباراه غانا واوغندا والتعادل السلبي ادانا يعني ادانا حافز كبير جدا جدا، واعتقد الجماهير بكره اكيد هتكون لها عامل كبير جدا في الاستاد وحوالين اللعيبه. لكن بالنسبه للاعبين ايام الكابتن جوهري يمكن كان المعسكر مقفول شويه، يعني معسكر، ويمكن ده القلق بالموضوع المعسكر المفتوح. يعني انا حتى كنت يعني بشوف بقى على السوشيال ميديا وكده، لا ايامنا ما كانش حد بيقرب بالمعسكر، كان المعسكر مقفول بشكل، حتى كان في يمكن الساده الاعلاميين كان بيكونوا بعيد عن المعسكر. المعسكر مفتوح يعني مخترق. مش مخترق، لكن الناس طبعا احنا عارفين طبعا اختلاف طبعا الزمن دلوقتي، في السوشيال ميديا كتيره، في قنوات فضائيه كتيره جدا مهتمه بالموضوع. يعني على ايامنا برضه 89 ما كانش الكثافه في ما كانتش كثافه اعلاميه بهذا الشكل، لكن كابتن جوهري كان حريص جدا جدا انه بيقفل على تركيز على لعبته. التركيز طبعا مهم جدا. بشكرك كابتن هاني رمزي.